لهادشي هذا، باش نتايا في حاله ما الى وصلتي دائما كنقولوا المراه كتوصل المينوبوز على الراجل، ما عندوش هاد المرحله، الراجل تا هو عنده لوندغوبوز، يعني انت مي توصل لوندغوبوز خص تبقى الصحه ديالك مزيانه، انت مي توصل سن الامل مينوبوز وتبقى الصحه ديالك مزيانه، حافظ على الغده الكظريه. علاش؟ لان هي اللي كتاخذ لا غوليف، هي اللي كتولي تفرز هاد الهرمونات. نجيو عند الذكر، شنو الدور ديال هرمون الذكوره؟ غنعطيها نلخصها لكم في مصطلح واحد، هي القوه. وانت هاد القوه اعتبرها فين ما بغيتي. التستوستيرون هو هرمون القوه عند الرجل، لا من حيث القوه الجسديه، ولا من حيث القوه العضليه، ولا من حيث القوه الفكريه، ولا من حيث القوه الجنسيه، ولا هاد الامور كامله. دابا ناس راه كيمشيو كياخذوا بعض المكملات وبعض الحقن جنسيه خطيره جدا. شوفوا الابحاث، والناس اللي دائما كيجيبوا لنا المواد الدسمه هضروا على هادشي اللي خصنا نهضروا عليه، هاد الطابوهات هاد الدراسات اللي يلاه خرجات هي اللي خصنا نهضروا عليها، وهي دراسات انا متاكد انها لا تحمل رائحه التجاره. لان كاين بعض المصادر اللي تبارك الله خدامين وكتجيب دراسات اللي بعض الناس يتغاضون الطرف عنها، واللي هي اللي خصنا نهضروا عليها. الهرمونات بصفه عامه وهرمونات ديالك انت كذكر بماذا تتاثر؟ تتاثر بعوامل حاسمه، الاكل، الحركه، صحه القلب، الضغط الدموي، نوعيه النوم، جوده النوم، الغده الدرقيه. نبداو نمشيو عنصر بعنصر. الناس اللي يهضروا على حيدوا الليدان، حيدوا الكوليسترول، حيدوا هذه، اتعرفون ان الحجر الاساس ديال التستوستيرون هرمون الذكوري هو الكوليسترول؟ اذا ما عندكش الكوليسترول الجسم لا يصنع التستوستيرون. زائد في التغذيه، عقلوا عليها، جسمك انت كذكر باش يصوب هرمون الذكوره وبعض المره ما يخليهش يتحول لهرمون الانثوي، خاصه فيتامين دي، فيتامين او، فيتامين ا، فيتامين ك، فيتامينات جروب بي، الزنك، النحاس، الحديد، البور، مانيزيوم، مونغاريز، الفوسفور، زائد مضادات الاكسده، البوليفينول، باش يكون عندك دوره دمويه جيده، باش في القدره الجنسيه ديالك لي كوغ كافيرنو يخدموا مزيان، باش يكون عندك دم خالي من الشوائب، باش يكون عندك تستوستيرون ديال رجل وديال ذكر ماشي ديال انثى، حيت الانثى عندها الاستروجين. هادشي شكون اللي كيأثر عليه؟ نبداو بكم اول نقطه، الحلويات. إذا كنت من مستهلكين الحلويات، إذا كنت من مستهلك المحلي كيطلع عليها انسولين، الحلويات كتطلع عليها انسولين ماشي بشوية، كتطلعوا بالزربة بزاف، البيك ديال الانسولين. وسيروا شوفوا أي دراسة غتلقى باللي في وجود الانسولين، ركزوا، في وجود الانسولين الجسم يحول التستوستيرون إلى أستروجين. شكون هذه المادة؟ الأروماتاز، مادة الأروماتاز. علاش؟ لأن الحلويات في غياب الألياف، الخبز الأبيض، المحلي، البسكوي، المحليات، الحلويات، كنسميو حنا لاندكس غليسيميك ديالها طالع، لاندكس أنسولينيك طالع، لاشارج غليسيميك طالعة. اش كيديرو هادو؟ كيتحولوا لدهون. باش تعرف كيفاش كيتحولوا لدهون، أنت كرجل الدم ديالك كامل يا كنتي بالغ 5 لتر، كل لتر ديال الدم فيه غرام سكر ديال الجلوكوز، يعني الا خديتي 5 لتر ديالك كامله، الدم ديالك كامل فيه 5 غرام ديال الجلوكوز. كتلقى واحد كيدير 4 طوبات ديال المحلي في كاس ديال القهوه، ديك 3 اخرين فيه. الكل يتحول الى شحوم ثلاثيه، عقلوا عليها، والتريغليسيريد تكون وكتعمر اكياس الدهون، ولما كتعمر اكياس الدهون بالشحوم تنتج ماده سميتها الاغوماتاز. انا كنعطيكم هذا الشيء هذا وممكن تبحثوا فيه باش تعرفوا الفيزيولوجيا، لان كفانا من حيد هذه ودير هذه وحميه الكيتو والصيام المتقطعان،
هذا هو المعقول اللي خصنا نعرفوه في الفيزيولوجيا ديال الجسم ديالنا. الجسم يكون شحوم، الشحوم الخلية الدهنية في حد ذاتها تفرز الأروماتاز، مادة كتفرزها الخلية الدهنية. يعني انت مراكم ليدام في الكتف ديالك، في ليهونج ديالك، في البطن ديالك، فهادي عندك دهون، هذيك الدهون كتفرز الأروماتاز. ملي كيجي التستوستيرون تحوله الى استروجين. ها الحلويات وها المحلي وها بون شونس ماشي بون ابيتي. ثانيا البروتينات، وغادي نهضر مع الشباب اللي كيديروا لا ميسكولاسيون، لا غادي نستر على الشباب اللي كيديروا لا ميسكولاسيون. اخي الكريم، لا ميسكولاسيون الميسكول العضله خصها ثلاثه الشروط، والشروط بثلاثه ما فيهمش الحجم. خصها لا سوبلس، ما كتعتمدش على الحجم، حجم خاصة لونديرونس، ما كتعتمدش على الحجم، خاصة لا 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 يعني لا فورس. هادو هما الثلاثة كيعتمدوا لك على قوة الأكتين والميوزين. شنو هما الأكتين والميوزين؟ هما اللي فيبر ديال العضلة. يعني لا فورس ولونديرونس ولا سوبلس، المرونة والقوة والقدرة، ما كتعتمدش تماما على حجم العضلة، كتعتمد على مرونة العضلة. داكشي اش كتلقاو اخوتي في ليبراتوار، كتلقى واحد العضل الكتف ديالو يقوق ويفوز على واحد البرا ديالو قرب يوصل لرجله. يعني حجم العضله ما عندهاش داك، لان داك الحجم شكون اللي عطى داك الكريتير؟ زادوا المجتمع، زادوا المظهر، زادوا صراع المظهر والجوهر. انا كنقولها للشباب بهاد اللغه لان اغلبكم كيساليها بقصور كلوي. علاش؟ لأن ملي كيتسالي ويقول لك المونيتور سير خذ 5 د البيضات و 6 د البيضات ولا اجي خذ من عندي هاد البرودوي، اول ما غتعرف هو ان الاعضاء الذكريه كتصغر، القدره الجنسيه كتقل، الرغبه الجنسيه كتقل، والخصوبه كتقل. الا عرفتي هاد المعلومات وبقيتي غادي في هذا الطريق، بالنسبه لي انا قالت لي عليا. حيت دائما الناس كيسولوني، واحد الام صورتي سكينه، واحد الام ولدها كيدير لا ميسكولاسيون وكياخذ هاد لي برودوي، قلت لها دوزو لي في التليفون. دوزات لي، هضرت معاها جوج دقائق، قالت لي الدري كان فحال ولا فحال؟ قالت لي شنو قلتي له؟ جا الوقت اننا نقولوا للمستمعين شنو كنقولوا لهاد الشباب. كنقولوا لهم بلي راه الصحه الجنسيه ديالكم في خطر، وكنهضر معاه باللغه ديالو، وكنشرح له انك انت ذكر بواحد الهرمون. ملي كتوليو تاخذوا هاد البروتينات، البروتينات اولا هي غالبيه الامر كتكون مهربه وكتكون كونتربون، وكتاخذها انت كتشريها باموال طائله. انا بالنسبه لي